ازيك وحلقة جديدة من حلقات افكار الصور. بص بقى حلقة النهاردة كده من حلقات الايام الجميلة كده، حلقة هنتكلم فيها عن افكار عن طريق برنامج بيكسل ارت، بس هتكون مختصة قوي باعادة احياء الصور بتاعتك. بمعنى لو انت كان عندك صورة قديمة مثلا ومش عارف تعمل فيها ايه او تصرف فيها ازاي، فالحلقة دي علشانك. او بمعنى تاني الحلقة النهاردة هنتكلم اكتر عن ازاي تعمل ديزاين للصورة بتاعتك عن طريق الموبايل. فالنهاردة الحلقة دسمة ومليانة افكار كتير قوي وهتغير لك فعلا شكل الصور بتاعتك. اول حاجة واول فكرة خلينا نتكلم عنها الستايل بتاع البيبر افكت. الستايل ده معمول منه حاجات مشهوره كتير قوي مؤخرا. مثلا خدت بالي ان فريق زي مانشستر يونايتد بيعمل الديزاين ده على الصور اللي بينزلها زي الصوره اللي انت شايفها دلوقتي. وكمان اخدت بالي برضو ان هو اتعمل في الاعلان بتاع مروان بابلو مع فودافون، ان هم استخدموا الافكت بتاع الصور ده في ان ده يبقى السيم بتاع الاعلان ده. فالنهارده بقى هقول لك ازاي نحول الصوره دي علشان تبقى الصوره دي، وكل ده عن طريق الموبايل. اول حاجه تحتاج تعملها انك انت تقص الشخص الموجود في الصوره بحيث ان هو يبقى موجود عندك معزول، فتقدر تتحكم وتعمل ديزاين على الصوره بتاعتك. طبعا عشان اقص الصوره بتاعتي فهستخدم برنامج اسمه فوتو روم. برضه هسيب لك كل اللينكات بتاعت البرامج موجوده في الديسكريبشن تحت، وكمان هسيب لك الحاجات اللي انا استخدمتها علشان لو انت ايه يعني عايز تستخدمها برضه. فعندك اول حاجه هنفتح برنامج فوتو روم، فنختار الصوره اللي احنا هنشتغل عليها اللي هي الصوره دي. من مميزات البرنامج ده زي ما انت شايف شعر الشخص اللي انا مصوره كيرلي، بس في نفس الوقت هو قص الموضوع بدقه جامده قوي. هتلاقي تاني حاجه اسمها كلاسيك، هتدوس على تاني واحده كده اللي في النص دي، ده معناه ان الصوره هتنزل عندك بي ان جي وهتبقى معزوله الخلفيه، فاقدر استخدمها في اي حاجه تانية. بس هدوس دوسه هنا كده وهعمل اوتلاين علشان ده انا هحتاجه هناك، هخليه باللون الابيض وهقلل بس الايه المساحة بتاعته بالشكل ده. كده الصورة بقت موجودة عندي على الموبايل. الخطوة اللي جاية بقى هنروح على بيكسل ارت. تيجي عند بيكسل ارت وتدوس على علامة البلس اللي موجودة تحت دي، بعد كده هتنزل تحت كده هتلاقي في حاجة اسمها drawing، وهتختار منها تالت واحدة، ومن هنا تقدر تختار المقاس بتاع الصورة اللي انت تشتغل عليها. نكتب مثلا المقاس كده 1080 × 1080، وبعد كده نخش نشتغل على الصورة بتاعتك. هتلاقي اخر حاجة موجودة تحت عندك في تلات مربعات فوق بعض، المربع ده هو المكان بتاع اللايرز اللي انت تشتغل عليه. طيب اول حاجه هنعملها ان احنا نبدا نعمل الخلفيه اللي هي الورقيه دي. هندوس على لاير جديد وندوس على علامه الاختيار بتاع الصوره وندوس على فوتو، ومن السيرش هنا هدوس بيبر تيكشر وهختار الورقه السوداء دي، ابدا اشدها بحيث ان هي تبقى نفس المقاس. بس خلاص كده دي اول حاجه. بعدين هعمل لاير جديد برضو وهاجي هنا وادوس على ستيكرز، وهكتب هنا في السيرش بيبر ريد، يعني حاجه لونها احمر، ورقه لونها احمر. هنزل كده شويه هلاقيها موجود عندي هنا، ابدأ اعدلها واعملها كده بالعرض. بعد كده ممكن اعمل ميرج للاتنين مع بعض. تاني خطوة هعمل لير تاني وهدوس هنا كده واختار فوتو واختار الصورة اللي انا لسه قصصها عشان تبقى موجودة عندي بالشكل ده، اظبطها كده. بعدين هعمل لير كمان وهدوس هنا ستيكرز واختار برضو الورقة دي، هشدها بقى كده تبقى من تحت الصورة عشان تبقى من ورا، تبقى موجودة عندي هنا. ممكن برضو اعمل ميرج ده مع ده تاني، برضو هدوس هنا ستيكرز واختار المثلث الاصفر ده. الفكرة باختصار ان انت هتبدأ تضيف عناصر كتيرة قوي، بس تحاول يبقى ليهم علاقة ببعض كالوان، يعني باليت الالوان اللي تبقى موجوده تبقى شبه بعض. انا حطيت كده المثلث، هختار بعد كده برضو نيو لير واختار برضو ستيكرز وهحط دي كده الفها، بعدين هنزلها تبقى ورا بس ده. نعمل لير جديد ونخش هنا ونختار دي كده، نحاول ننزلها بقى تحت ده تحت الصوره نفسها بس ان هي تبقى هنا. هعمل واحده كمان نفسها برضو بالظبط، هنزلها تحت كده. اخر حاجه اعملها ان انا هعمل لير جديد كده واختار الصوره دي تاني، هنقلها بس تحت دي، شدها كده اجي عليها نورمال واختار دي ونظبطها بالشكل ده، وبعدين هعمل ايديت. بعدين هاجي عند ماسك وهبدا احط بقى الايه التقطيعه دي اللي هي اول واحده عندي موجوده بالشكل. تقدر بقى انت تكتب اي حاجه انت عايزها وفي الاخر دي هتبقى النتيجه بتاعتك. انا عارف ان الموضوع ممكن يبان طويل شويه، بس يعني هو سهل جدا وفي نفس الوقت تخرج بصوره شكلها حلو بتعيد احياء الصور بتاعتك. تاني فكره هنتكلم عنها ازاي تحول الصوره دي لانها تبقى الصوره دي. طبعا ده افكت اسمه دبل اكسبوجر، سبق قبل كده وشرحناه، بس انا لقيت تكنيك تاني نقدر نعمله بيه وفي نفس الوقت ايه يعني يكون بسيط كده بسرعه. هنفتح برنامج اسمه سناب سيت وهنختار الصوره بتاعت الايد بالشكل ده، دوس على تولز، هبدا بس اعمل لها كروب كده، اختار المقاس بتاع الصوره، عملت كروب للصوره بقت موجوده عندي بالشكل اللي انت شايفه ده. تاني حاجه هدوس على تولز وبعد كده هدوس على دبل اكسبوجر وهبدا اختار الصوره اللي انا هحطها. الصوره دي انا كنت مصورها قبل كده، وستايل التصوير ده اسمه سيلويت. السيلويت ده معناه ان الاضاءه بتبقى من ورا الشخص، يعني مش منوره من الجنب ده، بتبقى منوره من الجنب ده فهيبان الشكل الغامق ده. برضو ممكن نعمل حلقه نتكلم عن تكنيك التصوير ده. المهم هبدا اظبط كده المقاس بتاعها، احاول اخليها كده من الايد تحت تمام كده، ندوس على علامه الصح دي، بعدين ندوس على تولز تاني، وبعد كده ندوس على نوير ونختار حاجه اسمها
F02 ممكن بقى نظبطها احنا بحيث ان هي تبقى ايه تبقى بشكل احسن. لو جيت بقى عملت زوم كده شويه هتلاقي ان المربع لسه باين هنا، فده هعمل له ايه، هدوس على تولز وهدوس على هيلينج وهبدا امسح كده بحيث ان انا اخفي الجزء اللي باين ده بس. تمام كده وبقت موجود عندي الصوره دي. فبكل بساطه انت تقدر تصنع من صوره بسيطه جدا زي كده تخليها كده بمجرد بس انك انت تبدا تعمل اضافات للصور بتاعتك على بعض. في الاخر ده الشكل النهائي بتاع الصوره. فكرة رقم 3، وهنا هنتعلم ازاي نحول الصورة بتاعتنا من الشكل ده انها تبقى الشكل ده. بكل بساطة الستايل ده اسمه تايبوغرافي وبيتعمل في ثواني معدودة حرفيا، ده اسهل حاجة ممكن تعملها. اول حاجة برضو هفتح بيكسل ارت زي ما انت شايف، وهاجي هنا تحت كده زي ما انا تعودت وهدوس على كرييت نيو، ومن الثلاث مربعات زي ما تعودنا وخلاص حفظنا هختار الصورة وهختار الصورة دي. طبعا انا هسيب لك الصورة دي برضو موجودة في الديسكريبشن تحت تقدر تحملها عشان تعرف تشتغل عليها. اسحبها كده واكبرها بالشكل ده، بعدين هعمل لير جديد و اختار الصورة اللي انا هشتغل عليها، ابدأ برضو اكبرها كده بس ان انا اخلي مساحتها قد الصورة، وهنقل بقى الصورة دي كده هسحبها كده اخليها هي اللي تبقى موجودة تحت، وهنا هحول من نورمال هخليها مالتي بلاي وبقى موجود عندي الصورة زي ما انت شايف. ممكن بقى اظبطها كده ادوس على ترانسفورم وحاول بقى ايه يعني اخليها تبقى انسب شكل، وهروح في الاخر كده برضو عند ماسك وهديف بقى الخرابيش دي عشان بتدي شكل حلو، فهتبقى الصورة عندي بالشكل ده وزي ما انت شايف حركة بسيطة بس بام. اخر فكره هنتكلم عنها وهي برضو اعاده احياء للصوره بتاعتك. لو انت برضو عندك صوره ما فيهاش حاجه مميزه وبرضو عايزين نروح للشكل بتاع البيبر الجديد ده، فهفتح برضو بيكسل ارت هختار الصوره اللي انا هشتغل عليها فلتكن مثلا الصوره دي. طبعا زي ما انت شايف الصوره ما فيهاش يعتبر حاجه مميزه، بس اللي انا هعمله فيها وان انا هعمل ليها ديزاين كده هيخليها مميزه. اول حاجه هعملها هدوس على ستيكرز وهكتب هنا كده سي دي كفر، اختار اول واحده دي هشدها بالشكل ده وندوس على ابلاي، بعدين اخش على افكتس اروح على بلاك اند وايت وهدوس على علامه الاستيكه واختار شيب واختار المربع وابدا اظبط بحيث ان ده يبقى بالشكل ده، ادوس على علامه صح بقت موجوده عندي بالشكل ده، بعدين اخش على ستيكرز مره كمان وهكتب هنا كده باركود وهختار دي مثلا اصغرها كده احطها هنا، ادوس على ابلاي ادوس على ستيكرز مره كمان واضيف برده شويه حركات، فهنضيف مثلا الورقه دي احطها كده بالجنب، بعد كده اخش على افكتس وادوس على فلتر واختار حاجه اسمها 1972 ودي بقت الصوره بتاعتي في الاخر، تحولت من الشكل ده الشكل ده وقعدت احياء الصوره مره ثانيه. وخد لك حلقه بس يا معلم، دي كده كانت حلقه النهارده، كانت حلقه مختصه قوي بازاي تعيد احياء الصور بتاعتك وازاي تعمل ديزاين للصور بتاعتك وخصوصا الايفكت او الاديت الجديد اللي هو الورقي ده. طبعا هتلاقي كل البرامج اللي انا اتكلمت عنها موجوده تحت في الديسكربشن تقدر تحملها، وكمان الصور اللي انا استخدمتها عشان لو انت كمان عايز تستخدمها وتطبق، وما تنساش تنزل الصوره بتاعتك اللي هتطبقها على انستجرام وتعمل لي منشن في الستوري بتاعك علشان احسن صور هعرضها معايا في الحلقه الجايه. وطبعا لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش تنزل تقول لي رايك تحت في الحلقه دي وعايز تشوف ايه في الحلقات اللي جايه.